السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم عصير ديال الحامض. سواء كنحتاجوا اطرو ديال الماء، 5 المعالق ديال السكر كبار، وثلاثة الحامضات، وشويه النعناع. دابا غادي ناخد السكر، غندير معاه نص كاس ديال الماء، وغنحطو فوق البوطاح شويه باش يذوب. دابا غادي ندير السكر ديالي، وندير الماء، العصير ديالنا ها هو جاهز بالصحة والراحة. نتمنى يعجبكم ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.